بسم الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا راح تنتريني تطيح عليا الأفكار التي هي مخزنة منذ تقريبا 20 سنة أو أكثر، منذ أن كانت عندي 15 سنة أو 16، وأنا أحب ميدان النباتات والأزهار والأعشاب والحبوب. لماذا؟ إيوا أنتم تنظرون أني ما تنتريني إلا في الغابات والأماكن الخالية التي هي تحمل الهواء النقي. فطلبوني بعض الإخوة والأخوات في قناتي باسم قناة عبد العالي المتنوعة أو عبد العالي حجامة لوصفة القولون العصبي، لأنني تكلمت عليه في هذه الأيام الأخيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا هذا الشهر المبارك وهذه السنة الهجرية الجديدة 1442 منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بالراحة والسعادة والطمأنينة والشفاء، ونجاة من هذا المرض الفتاك، مرض أو وباء كوفيد-19 كورونا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الوصفة تتكون كالتالي من 7 أدوية ناجحة بإذن الله، مجربة منذ 300 سنة أو 400، وكلهم نديروا نفس المقادير، كلهم نصنع مثل نفس المقادير. إلا درت 50 غرام كلش ندير 50 غرام، إلا درت 100 غرام كلش 100 غرام، وهكذا 200 كلش 200، وهكذا. فنبدأ بإذن الله 100 غرام، 100 غرام ديال الصمغ العربي، 100 غرام ديال لبان الذكر، 100 غرام ديال الخروب، 100 غرام ديال العرق سوس، 100 غرام ديال الزنجبيل البلدي، 100 غرام ديال حب الرشاد، و 100 غرام ديال الشونيز أو الحبة السوداء أو السانوج. يطحن الجميع ويؤخذ منه 1/4 ملعقة صغيرة قبل الأكل 3 مرات بساعة، ويشرب معه ماء دافئ أو شاي دافئ بدون سكر. وهذه الوصفة صالحة حتى لمن يعانون من داء السكري الشبابي أو الكهلي. وأسأل الله لنا ولكم الشفاء، والسلام عليكم ورحمة الله.